اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده على قناتنا على اليوتيوب وي ار الشريف. يا ترى موضوع حلقتنا النهارده كالعاده اميمه بتتحداني في تحدي جديد، يا ترى ايه هو التحدي؟ تابعوا موضوع حلقتنا اليوم. انا اخترت لشريف باش يعمل لنا عصيده زجوجو. عصيده زجوجو كما تعرفوا هي سيده تونسيه، وشريف عمره ما عمل حاجه تونسيه، دونك هذاك علاش اخترت له حاجه صعيبه باش نشوفوا يعرف يعملها ولا لا. غير التوانسه اللي بيتفرجوا علينا، عايز اديهم معلومه ان التوانسه بيعملوا الجوجو وقت المولد النبوي الشريف. يا ترى انا هنجح النهارده فيها ولا لا؟ الله اعلم، تابعونا وشوفوا معنا. جديد المطبخي مع الشيف شريف. تابعونا النهارده نحمل معاكم ايه؟ عصيده الزجوجو. وطبعا انا ما اعرفش اي حاجه في موضوع الزجوجو ده او بيتعمل ازاي، لكن اول ما ماما تحدتني وانا كالعاده قبل التحدي زي ما بقاش التحدي، فقعدت ان انا اشوف على النت روستات واكتر من واحد بيعملوها ازاي، فوالله اعلم انا مقادير صحيحه ولا غلط او هتطلع معايا انا هعرف اعملها ولا لا، بس اهو هجرب. حسب المقادير اللي هم قالوها عباره عن 300 جرام فارينة دي يعني، و 250 جرام سكر ناعم، لترين مية، واهم حاجة الزجوج واحنا جايبينه جاهز، هو كان مصفى وجاهز من تونس. هبتدي واشوف زي ما هم قالوا بالظبط، يعني هنفذ اللي هم قالوه. طبعا الاطباق ومصفى كمان عشان نصفي دي، دي من ضمن الحاجات اللي احنا بقى محتاجينها. دلوقتي انا فتحت علبة الزجوج وهبتدي ان انا اصبها، وزي ما اتقالت في النت بالظبط، اللي مش عارف ليه الحكمة يعني، اللي انا افضيها كلها يعني ما اسيبش حتى حاجه صغيره، فهعمل زي ما هم قالوا بالظبط. يلا ورينا شطارتك. هي اصلا مش راضيه تنزل. بسم الله. ميلوش تخلطها، يخلي يكمل يصبها بعد ميلوش تخلط. دلوقتي انا يعني قاعد بخلطها شويه، المفروض انا هخلطها كمان مع الميه، فانا هخلطها مع الميه، بس ان انا ايه قاعد بخلطها مع نفسيها هي الاول كده، بفكها شويه بعد كده هحط لها الميه واقعد اخلط فيها. ودلوقتي هبتدي اخلط شعور غريب الواحد بيشعر بيه صراحه. بقى لا بعمله ده صح ولا غلط ولا بعك ولا ايه، بس مش عارف. صح صح، انت صح كده، انت صح. زينوش شو يعمل بابا؟ بابا بيلعب. ودلوقتي متهيألي يعني وانا باخد رأي حبيبتي برضه لازم تساعديني شوية. اوكي. متهيألي بدل اختصر في الوقت وبدل ما اقعد اقلب وجايز ما يتقلبش كويس، ولا احسن حاجة انا اعمله في ميكسر ان هو يتخلط احسن واسرع، ويبقى كده كسبت الوقت كمان. اوكي. بدينا نعاونك. ايوه اتفضلي. بسم الله. ودلوقتي بعد ما خلطناه هنبتدي ان احنا نصفيه اول مره، زي ما قلت لكم هنصفيه مرتين. هاي نورمال تبدأ تصفي اون ميم تو. فازي صف بيديك. لا ما انت صبيه كله وانا هصف. في ناس هتقول طبعا اكيد مش توانسه ان هم عارفين، بس اللي مش توانسه هيقولوا لي بنصفيه علشان لو في اي شوايب ولا بتاع تبقى تخرج في المصفى يعني ما تنزلش. برافو برافو. لا لا انا عايز اتقن الشغل، ما حدش ياثر عليا. تمام؟ اتفقنا على ايه؟ صبولي بقى ايه الميه دي تاني. المساعد بتاعي مدوخني.
المستشفى. اسمع على شوي شوي. استاسيون تبدي في زقوقو. زيدك اكثر. شوي شوي. واحدة واحدة واحدة. مش حد قد يشرح. انا في رايي دايما ان اهم حاجه الواحد ما ياخدش روسيته بس، دايما يبتكر حتى لو في الطريقه شويه، يخترع حاجه، يحط البصمه بتاعته يعني. اخترع ما بوظهاش. المهم جاي لعصة زقوق اصعب حاجه وجاي يتفنن. هتشوفي هتشوفي. ودلوقتي انا صفيناها كده المره الثانيه، بس انا رايي ان انا هصفيها المره الثالثه علشان لو في اي حاجه انها تفضل والتركيز بتاعها ان هو ينزل ويتصفى اكتر. ودلوقتي خلاص صفيناها ثلاث مرات، فدلوقتي هنحطه على جنب ونبتدي في مرحله اللي احنا نخلط الفرينه دي، يعني نبتدي نخلطه وبرده نصفوه. فدي اول مرحله خلصنا منها اهو، تمام. هحطه هنا على جنب. برافو برافو بابا. ودلوقتي هندخل على المرحله الثانيه اللي هي ايه، اللي احنا هنحط الفرينه ونصفيها، وبعد كده نحطه عليها الميه ونخلطها نفس اللي احنا عملناه في الزجوج وهنعمله دلوقتي في الفرينه. هنحطه شويه بشويه عشان تتخلط، ولو في اي شوائب او اي حاجه تستنى نصفيها. اسف. بحاول اركز معاكم، عارفين اول مره لسه جديد في دومين المطبخ. لسه هنحطها كلها بس واحده واحده بصفيها، بس دي هتتصفى مره واحده بس، مش اكتر من مره زي ما عملنا في الزجوجو. ودلوقتي هنضيف اللتر ميه. المفروض احنا بنضيفه ونبتدي نخلط على طول. برضه انا هبتدي اخلط كده شويه وبعد كده هحطه في المكسير، اسهل واسرع عشان ننجز في الوقت ويتخلط احسن. سي شريف باش يقول لكم اللي زقوق نورمال معناتها نخليه ثلاثة سوايع يرتاح، اما نحنا الحق مانيش معناش برشا وقت، اما اللي يحب ويخير باش يخليه ثلاثة سوايع باش تهبط القوة نتاعو أكثر نجم يخليه. في ناس كل شيخ وله طريقة، في ناس فعلا بتسيبه ثلاث ساعات إنه هو يريح، ومتهيألي أغلبية الناس بتعمل كده. وفي ناس بتقولك لا ممكن بسرعة تعملوه عادي مفيش مشاكل، وطبعا احنا عشان الوقت والكلام ده فاخترنا الطريقة التانية. بروفيسيونيل الراجل في الزقوق والله. مام يعني مش عارف من غيري هتعملوا ايه يعني. متهيألي كل اللي هيتفرج عليا بعد كده هيبطل ياكل الزقوق. نعم نعم. حسيتك بالحق. برافو يعني. طيب الحمد لله. متقن لحد دلوقتي. انت عشان حبيبتي انت بتقولي كده. نو والله بالحق والله بالحق. نشوف لي انت تبارك الله عليك. اما عندك شويه فرينه هوني مخليها كنتي. حرك حرك بالكدا. بس غشنا من اول حلقه في البرنامج بتاع. داري عليا يا حبيبي داري عليا. ودلوقتي احنا خلطنا خلاص الفرينه، هنبتدي نصفيها واحده واحده ونحطها على الزجوج اللي احنا خلطناه في الاول. وبعد ما بنصفيها هنبتدي نروح ناخدها على النار ونبتدي نخلط فيها. دي الخطوة اللي جاية يعني. لازمك مكافأة أنت. كانت تطلع العصيدة باهي لازمك مكافأة. ده لو طلعت كويسة. اتفرجوا في المو ده تحدي، أنا اللي حابة أكون كسبت. هطلب طلبات أنا لسه نفسي مش محضرها. أنا عايز كمان حاجة. أنا عايز بقى إيه؟ المصريين يفكروا لي كده، أتحدى أميمة بإيه؟ حاجة مصرية هي اللي تعملها. يعني لسه ما حضرتش بس اكيد يعني عايز احضر لها حاجه تبقى صعبه. شفتوا هذوما علاش نصفيها؟ باش يتنحاو الكعابر هذوكم الصغار. ودلوقتي حطيناها على النار وهفضل اخلط اخلط طول ما هي على النار لحد ما تنحرق. لا لا ده تاثير عليا عشان اخسر التحدي. خليكم شاهدين. شويه بس تسخن شويه وبعد كده ابتدي احط لها السكر وافضل اخلط لحد ما تبان ان هي متماسكه شويه. لحد ما تتماسك شويه. بعد كده انا محضر الكيسان. انا كل حتى لو معرفش مشكله. وبعد كده انا محضر الكيسان علشان اول ما تتماسك ان انا ابتدي اصبها على طول.
ودلوقتي هي بدأت تتقل معانا شوية، احنا المفروض بنفضل نخلط لحد نقلب يعني نخلط بالتونسي لحد ما توصل ان هي تتماسك تتقل. وهنبتدي دلوقتي كمان شوية هنبتدي نحط السكر ونفضل نخلط لحد ما تتمسك اكتر. دلوقتي بنصب السكر وانا برضو بقلب. برافو على خاطر اللون قاعد يكحال معاك، معناها قد ما يكحال قد ما العصيدة تكون ناجحة. وانت مفكرة ايه يا بنتي؟ ودلوقتي اتمسكت معانا خلاص. بيبقى عامل زي سمكها زي المهلبية بنخلطها وكده. انا شايف انها اتمسكت خلاص، هنبتدي اللي احنا نصبها في الكاس. المفروض تطلع فقاقيع شوية او مش عارف نسميها ايه دي بصراحة. وبعد ما هنصبها في الكيسان هنعمل الكريمة، بس هي امي ما حبت تسهلها عليا شوية، جايبين الكريمة حاضرة بس هنخلطها على النار وبعد كده نزوقها من فوق شوية بالكريمة بالمكسرات ونزوقها وتشوفوا النتيجة في الاخر بالطعم. امي طبعا هي اللي هتحط. ودلوقتي هنشوف النتيجة ايه. وميمة هي الحكم النهاردة، ما زلت سخونة. أيوة. شوفوا بسم الله بسم الله. مش عايزك تجابليني يا حبيبي، قولي الحقيقة. والله 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 بنينة بنينة مش نورمال والله. نجحت في الاختبار؟ والله بنينة. طب اوكي اجا كلهم بهيا اجا بهيا. C'est trop bon والله بينا مش ما اخذ كم من 10 10 على 10 والله بينا على 10 والله. عارف السكر نتاعها فريمون مزبوط على الاخر به علق على السكر لا حلوة برشا ولا مادام زين حبة سي بون. انت ماشي انا ماشي سي خبا جملة سي ترو بون جملة ديليشيوس ديليشيوس. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف هتصدقوني ولا لا، هو المفروض ما شكرش في نفسي، بس انا فعلا اكلت زجوجو قبل كده من ايدين حد يعني مش من ايدين مامتك. لا مش من ايدين مامتك حقيقي والله العظيم، لدرجه قلت ما عجبنيش، لدرجه قلت لا ده زجوجو بيقولوا عليه وحش ليه كده، حلو ليه وهو مش حلو يعني. لكن لما دوت دلوقتي من اللي انا عملته لا حقيقي والله مش شكرني في نفسي، لا عجبني بالحق بنين بنين على الاخر. هو اصلا باين من كثر ما هو اكحل، خاطر باش ينجح معاك لازم يكون اكحل هكايا فهمت. لا وطعمه لا سكر عالي يعني مظبوط قلت لك ميلو بنين برش. ايه رايك؟ كمل دلوقتي بعد ما خلصنا ووريناكم النتيجه وخلصناها الزجوج، بدانا ان احنا نعمل الكريمه. زي ما قلت لكم ما رضتش تتعبني فكانت هي محضره الكريمه يا دوبك، بس خلطناها على النار عملناها وبعد كده حطينا عليها المكسرات وزوقناها. طبعا مش هنوريكم كل الكميه لان الكميه ما شاء الله طلعت كبيره، هوريكم بس كم شكل الكذا طبق. في الشكل ده وفي بالشكل ده عملناها، يعني حاولنا نعمل اكتر من شكل زينه يعني مش اكتر، ودي النتيجه النهائيه ليها. هكا نكون وصلنا لاخر حلقه بتاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. فاحنا وصلنا لنهايه حلقتنا، كان نفسي حقيقي كل واحد بيتابعنا كان نفسي ادوقه بجد والله. ياسر ياسر بنينه على الاخر، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله زادت طبقه الوصفه، خاطر بالحق المقادير كلها مضبوطه على الاخر. وهذه هي العصيده التونسيه الاصيله تبارك الله عليه شريف بالحق، اول مره يعملها من غير مساعدتي من غير حتى شيء وطلعها بنينه على الاخر. حبيت نقول لكم حاجه اخرى، ما تنساوش تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا سبسكرايب، تمشيو تتابعونا على الانستغرام وعلى تيك توك. عايزكم تساعدوني في حاجه في التحدي اللي انا اتحداه لاميمه، اختاروا لي اكله مصريه عشان اتحداها بيها زي ما هي تحددني ونجحت في الاختبار، نقولي حاجه ما تنجحش فيها. انا مستني اراء. نشوفكم على خير ان شاء الله. ابياتو باي.